الكاتب فينيس جيليجان يا جماعة كاتب ومؤلف بريكنج باد، جلس يكتب هذا العمل لعدد طويل من السنوات، كتب وكتب ورجع كمل وكتب واستمر في الكتابة إلى أن أنهى كتابة هذا المسلسل. بعد كده يا حبيبي صحي الصباح، راح عند الجهاز، طبع المسلسل، جهزه في أوراق، وانطلق في رحلة البحث عن شركة إنتاج تحول هذا النص إلى مسلسل. والله يا حبيبي بالفعل شال نفسه على الشركة الأولى. سلام عليكم يا جماعة، هذه فكرة مسلسل من الألف إلى الياء اسمه بريكنج باد، أبغاكم تحولوه إلى مسلسل. الشركة الأولى قالت له لا، ما إحنا فاضين لك يا عمي، مع السلامة. شال نفسه راح على الشركة الثانية، قالوا له برضو يا أبويا ما إحنا فاضين لك، مع السلامة. شال نفسه على الشركة الثالثة، الرابعة، وصل إلى الشو تايم، وصل إلى مدري مين، إلى أن وصل إلى شركة HBO. قال يا عمي شكل HBO ناس نظيفة وما تقبل إلا الشغل النظيف، خليني أروح لهم وبإذن الله أنهم راح يقبلوا هذا المسلسل. دخل عندهم وجلس معهم في الاجتماع، وللأسف رفضوا المسلسل، بل إنه وصف اجتماعه مع HBO بأنه واحد من أسوأ الاجتماعات اللي خاضها في حياته. وأخيرا مر على AMC وقال لهم صباح الخير يا جماعة، هذا مسلسل. قالوا له بس 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 ولا لا تكمل أس ولا نفس، موافقين، هات المسلسل ذا شوف. أوف أوف أوف، موافقين، اجلس كم تبغى، ايش ناقصك. واما الشركات اللي قالوا له لا، جلسوا يلطموا ويعضوا اصابع الندم الى يومنا هذا. كل شركة رفضت بريكنج باد الى يومنا هذا ما زالت تعض اصابع الندم. استاهلوا، ما حد قال لكم. شخصية جيسي بينكمان يا جماعة كان مفروض انها تموت بعد 9 حلقات. يب، صدق ولا تصدق عزيز الوجيه، تخيل انه عظمة اداء ايرون بول وجمال شخصية وبناءها الرهيب جدا كان مفروض ينتهي في اول 9 حلقات. شخصية جيسي بينكمان اصلا الكاتب كتبها على انها شخصية غير رئيسية، راح تظهر لفترة معينة وتموت وخلاص مع السلام. ولكن بعد ما شاف الكاتب اداء ايرون بول الرهيب لشخصية جيسي بينكمان والتناغم الجميل جدا بينه وبين والتر وايت، قال لا 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 لا، مستحيل اقتل هذا الولد، مستحيل اقتل هذه الشخصيه، يقلع ام الحماس، شخصيه رهيبه، والولد قدمها بطريقه مره ارهب. الشخصيه على الورق شيء وفي الواقع شيء ثاني. تم اعاده كتابه جزء كبير من القصه واعاده بناء شخصيه جيسي بينكمان من جديد بحيث تظل عايشه الى نهايه المسلسل. تخيلوا بالله، تخيلوا مسلسل بدون جيسي بينكمان، ما له طعم، والله ما له طعم. مستشارين من مكافحه المخدرات ساعدوا والتر وايت وجيسي بينكمان في صناعه المث. اي والله، مكافحة المخدرات الحكومية، منشأة حكومية. يقول الكاتب اقترحت على فريق العمل، قلت لهم يا جماعة خلونا نطلع عند ايش مكافحة المخدرات، نشوف نسألهم هل ممكن تعلمونا كيف ينطبخ المث، نبغى نسوي مسلسل ونبغى نقدم طريقة طبخ المث فيه بالطريقة الصحيحة، ممكن ولا لا؟ مكافحة المخدرات قالوا لهم احنا مش فاهمين يعني ليش، ايش الفكرة، ترى لو سويته بطريقة خطأ ما حد بيدري، في النهاية هو انت قاعد توصل فكرة انك تطبخ مث، ما حد بيقول لا طريقتهم غلط، خلاص اطبخ بالطريقة اللي تعجبك. قال لهم الكاتب معليش انا فاهم وانتو فاهمين، بس انا يهمني جدا انه كل شيء في مسلسل بريكنج باد يتم بالطريقة الصحيحة، اذا عندكم مشكلة معذوري، واذا تقدروا تساعدونا يا سلام الخير واهله. الغريب انه مكافحة المخدرات مرة ابدوا اهتمام في الموضوع وقالوا يب ليش لا، نعلمكم كيف تطبخوا مث ونشرف عليه كمان. نزلوا لنا بالله كم واحد من المستشارين اللي في معامل الكيمياء في مكافحة المخدرات وخلوهم يشرفوا على والتر وايت وجيسي بينكمان ويعلموهم الطريقة الصحيحة لصناعة المث. شايفين الدقة والتفاني، شايفين التفاصيل الصغيرة اللي ما حد بيهتم لها، كيف الكاتب كان حريص عليها. الكاتب مره كان مهتم، مش بس في ذي النقطه، اي نقطه علميه او اي شيء علمي يظهر في المسلسل كان مره مهتم انه يظهر بطريقه علميه صحيحه، كان دائما يستشير علماء وناس فاهمين الامور العلميه بحيث يقدمها بالطريقه الصحيحه. تدري يا عزيزي الوجيه انك تقدر الان تشتري حلاوه على شكل المث الازرق اللي يصنعه والتر وايت، تقدر توصل لالبكيركي بالسلامه ان شاء الله. طبعا اول ما توصل البكيركي يا حبيبي دور على شارع اسمه سان فيليب، اول ما تمسك الخط هذا امشي سيده، بيجي على يمينك كافي اسمه تشيرش، اتعداه، بعده بشويه بيجي على يسارك كذا مطعم صغيرون برضو اتعداه، امشي كمان سيده لين تجيك الاشاره، اذا شفت الاشاره طالع على يمينك راح تلاقي محل اسمه كاندي ليدي، بس وصلت عزيز الوجه، هذا هو المحل. بتلاقي ست طيبه حبوبه تبيع حلويات ومن ضمنها حلاوه على شكل المث الازرق تبع والتر وايت. وصل عندهم يا حبيبي، خذ الاغراض اللي تناسبك والحلويات اللي تعجبك، واهم شيء قول لهم من طرف والتر وايت عشان ايش يضبطوك بخصم حلاوه كذا. جيسي بينكمان انشهر بهذه الكلمه الشهيره، ويمكن احنا كمتابعين المسلسل نحس انه قال الكلمة هذه مرة كثير صح؟ هي تخيل انهم لما حسبوها اكتشفوا انه قالها بس 54 مرة طول المسلسل. لا 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 لا، تمزح يا وجيه، قصدك 54 مرة في كل حلقة صح؟ لا، طول مدة المسلسل جيسي بينكمان قال كلمة
فقط 54 مرة، مع العلم انه المسلسل كله على بعضه 62 حلقة. يب حاجة غريبة، بس 54 ترى مية قليلة برضو، بس برضو تحس انها اكثر من 54، بس هي في الحقيقة 54. فاكرين مدير والتر وايت في مغسلة السيارات ابو حواجب هذاك؟ يا السلام عليك، كويس انك فاكره. هي هذا بالرغم من انه وجه غير معروف وممثل بسيط ويمكن ما له اي اعمال سابقة معروفة، الا انه هذا الانسان في الواقع كيميائي مخضرم وحاصل على شهادة الدكتوراه في الكيمياء، لا وكمان ماسك منصب كبير جدا في احد المختبرات الوطنية بالولايات المتحدة. لا لا اعترف وقول لي انك كنت مستهين فيه، اعترف وقول لي انك كنت تتوقع انه شخص نكرة ولا حد يعرف. والله انا وانت النكرة يا صاحبي. Say my name. Heisenberg. Goddamn right. اسم هايزنبرغ يا جماعة ما كان مجرد اسم فخم كذا حطه الكاتب وقال واو والله اسم هايزنبرغ هذا فخم يا ولد نستخدمه، لا، الاسم هذا مقتبس من اسم العالم الفيزيائي فيرنر هايزنبرغ، وهو عالم حاصل على جائزة نوبل سنة 1932، وهو مكتشف أحد أهم مبادئ علم الفيزياء اللي هو مبدأ عدم اليقين، واللي صراحة ما أعرف وش يعني عدم اليقين، ماني شاطر في الفيزياء بس واضح إنها هرجة مرة يبغى لها يقين عشان تفهمها. الزبدة الاسم مقتبس من اسم شخص مهم مرة وفاهم في الفيزياء. بعد ما ضرب الموسم الأول من بريكنج باد وصارت سمعته تجول في أرجاء العالم، السمعة القوية لهذا المسلسل بدأت تجذب المشاهير. في مشاهير في هوليوود إذا سمعوا إنه في مسلسل ناجح، إنه في مسلسل ضارب، يبدوا يحتكوا فيه، يبوا يظهروا كذا لو جزء بسيط فيه، يبوا يطلعوا ضيوف شرف في أحد الحلقات. ولكن الكاتب كان عنده رؤية مختلفة جدا من هذه الناحية. يقول ما أبغى أسوق للمسلسل عن طريق أسماء كبيرة أحطها داخل المسلسل، أبغى المسلسل يصنع سمعته بنفسه، بقصته، بشخصياته، بنجومه اللي فيه. فكان دائما لما يتقدم لهذا المسلسل ممثلين مشاهير يبعدهم ويخلي فرصة للناس اللي هم غير مشهورين. ممكن بعضكم بيقول طيب يمكن يواجه الموضوع موضوع فلوس، ما يقدر يجيب ناس مشاهير مكلفين، ممكن، بس الكاتب صرح وقال معظم الممثلين اللي اجيبهم في المسلسل احرص انهم ما يكونوا مرة مشهورين علشان ما يكونوا اسلوب تسويق لا اكثر. مشهد البيتزا اللي رماها والتر وايت فوق سطوح البيت، مشهد رهيب واشهر من نار على العلم، ويمكن لو اقول لك بريكنج باد اول مشهد يجي في راسك هذا المشهد. اللي زاد حلاوة هذا المشهد وخلاه مرة مشهد ايقوني انه كان مفروض يتم تصويره اكثر من 100 مرة الين يطلعوا بالنتيجة هذه. المهم يا حبيبي انه المشهد هذا تم تصويره من اول محاولة، رمى والتر وايت البيتزا احا زبطت، حتى هو انصدم كذا طالع قال اوكي كمل ظبطت يا ولد من اول مره كيف كذا. على كل حال يا حبيبي بعد هذا المشهد الايقوني البيت هذا صار معلم سياحي، كل الناس الملاقيف صاروا يروحوا الى هذا البيت يبغوا يشوفوا كيف شكل البيتزا كانت مرميه ويحاولوا يرموا بيتزا فوق البيت. يعني صاحبه البيت المسكينه تقول كنت اصحى الصباح اجي الاقي بيتزا طايح عند الباب، بيتزا متعلقه فوق السطوح، بيتزا مقطعه في الارض، بهذلوني. كل شويه يجون الناس في الليل سكارى فاصلين ولا ما ادري ايش جوهم، يجوا يحاولوا يرموا البيتزا زي ما رماها والتر وايت. بعد فتره وصل خبر للكاتب وطلع وصرح وقال يا جماعه انه ذا الكلام ما يصلح، سيبوا ست هذه في حالها الغلبانة لا تزعجوها، وترى مرة مو حلو وما هو شيء يدل على حبكم للمسلسل انكم تعيدوا تصوير مشهد البيتزا، ترى مرة شيء مو حلو وما هو ظريف ابدا. بل انه مؤدي شخصية مايك طلع وصرح تصريح وقال لا اصيدك، لو اصيدك يلي ترمي البيتزا عند بيت الست الغلبانة ذي صدقني راح اسوي فيك حاجة ما انت داري ايش هي، اعمل حسابك وسيب البيت في حاله. وبعد فترة اضطرت صاحبة البيت انها تغير شوية الديكورات كذا من برا على البيت بحيث اللي يجون عند البيت ما عاد يميزونه. في مشهد يا جماعة كان جيسي والتر وايت مع توكو في واحد من الأكواخ، كوخ كذا مرمي في الصحراء. يمكن صعب انك تفتكر هذا المشهد لو انك انت متابع المسلسل من زمان، بس لو انك متابعه قريب بتفتكر المشهد هذا. عموما بحط لكم جزء من المشهد. المشهد هذا المفروض تصير فيه مضاربة بين توكو وبين جيسي. توكو المفروض يمسك جيسي بينكمان ويلطشه ويشيله ويرميه من برا الباب ويكمل تلطيش. المخرج والكاتب قالوا لهم اتضارب بس ايش، لا تؤذوا بعض بس اتضاربوا، يعني حاولوا تبينوا ان المشهد حقيقي قدر الامكان. المهم يا حبيبي انه توكو مرة تحمس ومسك جيسي بينكمان ورمى من الباب، لكن بالغلط صقع راس جيسي بينكمان في الباب بقوة. المشكلة مش هنا، المشكلة انه الممثل ما لاحظ، حسب انه ايش الامور طيبة صقعة بسيطة وكمل. جيسي بينكمان في ذيك اللحظة كان دايخ يقول والله ما عادني داري انا صاحي ولا نايم. ولما انتهى تصوير المشهد جيسي بينكمان اغمى عليه وصحي وهو في المستشفى، حتى انه في لحظة في المشهد كان يقول بليز ستوب، كان يقول من جد وقف انت وياه انا دايخ، بس ما حد فهمه وكملوا التصوير ومشت الامور ومشى المشهد. هذا الارتجال اللي الله يحرمنا منه. بس ترى ايرون بول ما كان منزعج ابدا، بالعكس كان مبسوط يقول وعدنا الى العمل وكان
كان يوم جميل ولطيف في مواقع تصوير بريكنج باد. مشهد موت جين بجوار جيسي بينكمان على السرير، على الرغم من انه هذا المشهد مجرد تمثيل وما في اي شيء حقيقي وكله مكياج وكله قرف سينمائي، الا انه ايرون بول اعترف وقال انه بعد تصوير هذاك المشهد دخلت في مرحلة اكتئاب وتعاسة ما قدرت اطلع منها بسهولة من كثر ما انغمس في شخصية جيسي بينكمان وعلاقته مع جين. يقول مرة تأثرت بالمشهد هذا. ومؤدي شخصية والتر وايت يقول بعد ما ماتت جين وبعد ما صورنا ذاك المشهد يقول جلست حوالي 15 دقيقة ابكي، بس ابكي ماني قادر اوقف بكى. ترى ذول يوصلوا مرحلة مرة من الانغماس في الشخصية وفي المشهد لدرجة ما عاد يقدروا يميزوا الواقع. كان الانسجام عالي جدا في هذا المشهد، كلنا بكينا والله يا عم والتر، مش بس انت. اسنان الممثل ايرون بول مرة ممتازة ومثالية بشكل مزعج للمخرج او الكاتب. كيف مثالية بشكل مزعج؟ ما تيجي يا وجيه. الكاتب يقول ايرون بول راعي مخدرات ودائما ينضرب على وجهه واكل تراب الين قال امين، بس اسنانه مرة حلوة، ويتعاطى المث واللي هو المفروض انه يكسر اسنانه ويخلي شكلها سيء، مرة ما هي لايقة اسنانه على شخصيته. فيقول كانت مرة مزعجته اسنان ايرون بول، وده كذا ايش يقول له كسرها، خلينا نكسرها لك كذا نسويها، بس مو للدرجة ذي يعني. عدد حلقات المسلسل 62 حلقة. قد تعتقد عزيزي الوجيه انه رقم 62 هذا مجرد رقم وعدد حلقات لا اكثر، لا يا عزيزي الوجيه لا، رقم 62 في الواقع هو ترتيب عنصر السماريوم في جدول الكيمياء. انا والله ما ادري اذا قاعد انطق اسم العنصر صح ولا لا، بس هذا اسم ترتيبه في الجدول 62. طب ايش معنى العنصر ذا يا وجيه؟ العنصر هذا يستخدم لعلاج امراض السرطان، واللي هو والتر وايت مصاب بالسرطان. اوف يا الكاتب المجنون هذا، اوف يا صناع المسلسل هذا، تفاصيل صغيرة بس لها قيمة. أنثوني هوبكنز يا جماعة الممثل الأوسكاري العظيم والمخضرم والمتألق والقدير جدا قرر يوم من الأيام إنه يتابع مسلسل بريكنج باد. يقول المسلسل هذا سمعته صايرة تنتشر في أرجاء العالم بشكل كبير، وأنا إنسان ماني فاضي بس قررت إني أتابعه. الصدمة إنه أنثوني هوبكنز شغل المسلسل وختمه في أسبوعين. وركزوا إننا نتكلم عن أنثوني هوبكنز، إنسان مشغول وممثل كبير ورجل كبير في السن، ولكن قدر إنه يختم مسلسل بريكنج باد في أسبوعين فقط. وأول ما خلص المسلسل من قوة العظمة ومن قوة الجلطة اللي جاته من الفن والإبداع اللي شافه، راح وكتب رسالة يشكر فيها براين كرونستون على أداءه العظيم لشخصية والتر وايت، ويثني فيها على طاقم العمل، شبه مسلسل بريكنج باد بمسرحية شكسبير المأساوية. ركزوا في الاسم، مين؟ أنثوني هوبكنز. تخيل أنثوني هوبكنز يرسل لك رسالة يثني فيها على أدائك العظيم لشخصية عظيمة زي شخصية والتر وايت، يا له من شرف عظيم. مؤدي شخصية والتر جونيور أو ابن والتر وايت، في الحقيقة يا جماعة هو موقع قاعد يمثل انه عنده شلل، ترى هو في الواقع عنده شلل معين في دماغه، وطريقته في الكلام في المسلسل ما هي تمثيل بقدر ما هو شيء اقرب الى طريقة كلامه في الواقع. ولكن اللي اضطر انه يتعلم عليه في هذا المسلسل هو المشي في العكاز ومحاكاة الناس اللي عندهم شلل من نوع معين في الاقدام. شركة الانتاج بعد فترة طمعت في نجاح المسلسل، وراحوا للكاتب قالوا له اسمع، طول المسلسل، زيدوا موسم، دفوا موسمين، المسلسل قاعد يجيب لنا فلوس، المسلسل سمعته مرة حلوة. ولكن الكاتب قال لهم لا لا وألف لا، مستحيل أقع في نفس الفخ اللي وقعت فيه الكثير من المسلسلات. ياما مسلسلات كثيرة بدأت بشكل ممتاز وانتصفت بشكل ممتاز وانتهت بشكل سيء بسبب التمطيط والحلبة الزايد. 5 مواسم كافية جدا يا جماعة، ونهاية مرضية لي وللجمهور، ولا تناحلوني في هذا الموضوع. ألا ليت قومي يفقهون أعرف لكم مسلسل من قبل ما أتزوج ومن قبل ما أخلف بنتي جود، وما زال يعرض إلى الآن. حلب والدي والده، حلب والدي حلبوه، ما عاد في بقرة، صاروا يحلبوا حلمات، ما عاد في كيان كذا، حلمات طايحة في الشارع، البقرة انتهت، ما عاد في بقرة حلوب، ما عاد في شيء. تفتكرون التوأم ذوليك الاثنين ابناء عم توكو؟ يب، اشكالهم مرة مرعبة وما يتكلموا كثير، اعوذ بالله من الشيطان، الله لا يجعلك تقابلهم لا في الواقع ولا في الاحلام. في البداية وظفوا واحد منهم، جاب واحد منهم ما شاء الله بنيتك الجسدية مناسبة وملامحك مناسبة للدور، بس يا اخي عندنا مشكلة، ما تعرف لنا واحد من جماعتك يعني يشبه لك او على الاقل في نفس بنيتك الجسدية، نحتاج واحد يكون اخوك او ولد عمك في المسلسل. قال لهم تستهبلون، اخويا عندي، اخويا الان شوفوا صورته، هذا اخويا مناسب. الكاتب شافه قام قال هذا اخوك، انت كيف عندك اخ ما تتكلم، هات ولا نفس، ما ابغاك ولا كلمه، كم تبغى فلوس؟ مليون، خذ اللي تبغاه، تعال وظفناك. تقييم مسلسل بريكنج باد حاليا يا جماعه 9.4 على موقع IMDb، وهو المسلسل الاعلى تقييما، ومصنف في المركز الاول كافضل مسلسل تلفزيوني عرض منذ نشاه التلفزيون والى يومنا هذا. بريكنج باد نمبر 1 تين 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 تين.
جيم اوف ثرونز كان ينافسه في المركز الثاني الاول الثاني الاول، بعدين طاح طيحه بنت كلب. جيم اوف ثرونز الحين تشوفوه في القاع يمكن 9 8 ما ادري وين طاح. المهم انه طاح انسوه. وعدد الاشخاص اللي قيموا مسلسل بريكنج باد على موقع IMDb تجاوز 1,600,000 شخص. مسلسل عظيم بدا بشكل ممتاز وانتصف بشكل جدا رائع وانتهى بطريقه لم ولن ينساها اي مشاهد ابدا. شكرا وشكرا 1,000,000,000 شكرا لطاقم عمل هذا المسلسل العظيم، لانهم قدموا لنا حاجه صعب جدا نلاقي حاجه مثلها في هذه الايام. الى هنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو يا جماعه. عجبكم الفيديو اضغطوا على زر اللايك، اعجبتكم القناه وكانت هذه اول زياره لكم اشتركوا في القناه وفعل جرس التنبيهات عشان توصلكم فيديوهاتي اول باول. يعطيكم العافيه يا جماعه، كان معكم الوجيه، اشوفكم في الفيديو القادم.